يا مساء الفل عليكم مستمعين الراديو 90 90، وحشتونا جدا. واول سنه، اول حلقه في السنه الجديده من باب الغنى 2022، في صويب جديد بالفقرات الجديده باللعب الجديده اللي هتبسطوا قوي معانا بيها ان شاء الله. و وهنكمل بالحاجات دي، اما هنزود كمان عليها فقرات تانية عشان نلعب اكتر ونبسط اكتر مع بعض ونسمع احلى اغاني في الساعتين من 9 ل 11. بقى معادنا جديد في السنه الجديده ان شاء الله من 9 ل 11 كل حد، زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي. وتقدروا تكلمونا على 2 18 10 8 66، اس ام اس على 1 90 9، والفيسبوك بتاعنا الراديو 90 90 بالعربي او بالانجلش سوري. والهاشتاج بتاعنا على تويتر باب الغنى 2022، هاشتاجونا على تويتر كمان، وتقدروا تشوفونا وتسمعونا لايف من الاستوديو من الابلكيشن بتاعنا من اي اب ستور او بلاي ستور، تنزل ابلكيشن الراديو 9090 وتشوفنا دلوقتي باي باي لوك اهو، او الويب سايت بتاعنا 9090.fm. طبعا فقراتنا اتغيرت، عندنا فقرات لذيذه جدا 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 هتحبوها ان شاء الله، عندنا عكسناها وحلها، وعندنا سمعتها فين، وعندنا ما تقولش اه ولا لا. كل فقره هنتكلم عنها براحتنا بقى وتفهموها عشان نلعب مع بعض، بس نطلع نسمع غنوه ونبدا مع بعض حلقتنا باب الغنى 2022. ورنا سماحه طبعا هتكون موجوده معانا قريب جدا جدا جدا، ندعي لها كده عشان تقوم بالسلامه، ومالك يشد حيله كده وتيجي ان شاء الله تنورنا. ونبدا بايه؟ يلا زنبا شهر موفرز. طيب نبدا في شرح فقراتنا. اول فقره معانا عكسناها وحلها، احنا عكسناها وانت حلها. عباره عن ايه الفقره دي؟ عباره عن حته من اغنيه معمولها ريفرس بالعكس، ودورك انت تعرف ايه الاغنيه دي. لو انت جدع بقى، لو انت عندك ودن اذن موسيقيه، بلاش ودن، ودن موسيقيه مش لايقه. لو انت عندك اذن موسيقيه هتقول لنا ايه الغنوه دي. فدي اول فقره معانا، هي عكسناها وحلها، واللي هيحلها ليه يطلب الاغنيه اللي هو عايز يسمعها، اي حاجه هو عايز يسمعها. واللي مش حلها هتضايق منه قوي، هشيل منه في قلبي. ممكن نسمع ايه؟ احنا راجعين بالتقيل، عدنا بعد غياب طويل، عشان انا بحب نفسي او بحبني قوي. طب يلا بينا نبدا اول فقره معانا عكسناها ولعبناها وانت حلها. معانا مين؟ معانا ام بودي. مساء الفل. مساء الرضا، مساء السعاده، مساء سنة سعيد عليك البال. كل سنه وحضرتك طيب. انت قبل ما تكون مزيح فنان متالق بجد، انت انسان محترم، والله انا بحب قناه 90 90 عشان بيرد بذوق وباحترام وما بيتكلش علينا بجد. تسلميلي تسلميلي، سنه سعيده عليك ان شاء الله. ان شاء الله علينا وعليك ان شاء الله. قولي لي، عايزه تحققي ايه في السنه الجديده؟ ما حققتيش السنه اللي فاتت. والله عايزه اهم حاجه الرضا والستر، وان احنا ما نتنمرش على حد. ده حقيقي. يعني انا حد قريب عاجز، كل ما بابا هيشيلها يعيبوا عليها. يا جماعه دي خلقه ربنا، دي ربنا عايز كده خلاص. احنا ما نقدرش نتدخل في حاجات. والله يا استاذ لا، كل ربنا ما كبير يعني، ربنا كبير وهيتصرف كل ما فيهم يا رب يبقى قوي عليهم يعني. كل ما نخش على مذيع ونقول لها حالتهم وحشه وما اعرفش، يقتلوا السكه في وشنا وما بيساعدوناش. احنا المذيع ده لازم يوصل صوتنا. ده حقيقي. صح صح. وانت من نجاح لنجاح، واحنا ربنا يخليكي. والله العظيم ربنا يخليكي يا موجود. تحبي تبداي معانا ببرنامج جديد، فقره جديده في السنه الجديده بقى تلعبي معانا؟ اه عادي والله، دي شيء يسرني. طيب الفقره والله بتاعتنا عكسناها ولعبناها، جزء من اغنيه قلبناه بالعكس، اشتغل ريفرس بالعكس يعني. اه وانت تعرفي الاغنيه دي ايه؟ اه بس جاهزه؟ اه جاهزه. طب يلا شغلي حاجه. لا بلاش دي، خلي شغلي حاجه سهله. لا سهله حاجه اهو، بدور لك اهو. لا برضو دي لا، انزل تحت شويه كده شوف. بصي بنقي لك اسهل حاجه. هو والله والله عارفه. ماشي اخر واحده دي حلوه دي، يلا بينا. وجديده، اغنيه جديده. اه انا بسمع اغاني سوي، معرفش انا اسفه. اخر واحده، اخر واحده عملها كانت ايه؟ حته من قلبي. جامد، برافو عليك يا مبودي والله العظيم. من اول مره كده، من اول مره كده. انا قلت هتعتلي ولا حاجه. على فكره والله العظيم انا قلتها عشان ربنا بس معايا، وانت من ذوقك واحترامك. لا برافو عليك، لا برافو عليك والله. تحبي تسمعي اغنيه ايه بقى عشان انت كسبتي معانا بالفقره الجميله دي؟ بس كل حد بقى خش على الهوا. ماشي موافق، موافق. ده شرف ليا، دي شرف والله. وانا والله العظيم شرف لينا دي. والله انت بص متميز ومحترم، وبجد الله يخليك. كره بالمكالمه دي، ربنا يخليك، شرف ليا. اسمع بهاء سلطان قلبك يا حول الله. عيوني الاثنين. شكرا. عيوني نورتينا يا مبودي. اذن والله. واضح ان اللعبه سهله جدا يا جماعه، قلت الموضوع بصعبه عليكم. وعكسناها وحليناها وعكسناها ولعبناها، مفيش، الناس بتجاوب بمنتهى السهوله.
طب اصعب لكم الاغاني يا جماعه، قلبك يحاول الله عشان خاطر المودي بقى لازم تسمعها بقى سلطان، ونرجع نكمل معاكم وعكسناها ولعبناها. لسه مكملين معاكم فكرتنا وعكسناها ولعبناها، والعب لك حته من غنوه بالعكس مقلوبه معكوسه الاغنيه وتقولي دي اغنيه ايه. معانا مين؟ لوجين، ازيك؟ هاي، سنه سعيد عليك يا عم سعيد. وعليك اخبارك عليك. ايه علي صوتك شويه لوجين، مش سامعك خالص. كده كويس، كله حلو. انت عامل ايه؟ حاسه ب 22 احلى من 21؟ لا يعني هي كلها مذاكره بس يعني انا لسه ما بداتش السنه. ما تقلقيش هتعدي، انا متوسط بخير في 22 يا جماعه ان شاء الله، يعني باذن الله ان شاء الله هتكون كويسه. طيبه ها؟ تكون جدعه. اه تكون جدعه، تكون جدعه معانا. كفايه كده، كفايه 21 و20 الحمد لله. نجاحات وتبهرنا زي ما يا رب يا رب. دعواتك على طول والله. سمعتي لعبتنا؟ ربنا يخليك يا لوجين. سمعتي عكسناها ولعبناها؟ اه. طب جاهزه تلعبي؟ اختبار جامد لذكائي. شد حيلك يا كتكوت، يلا بينا. اخر حته دي بينت. برافو عليك، عرفتيها منين؟ من اخر حته دي؟ لا. عرفتيها لوحدك يعني؟ لا. لا ولا اه؟ عرفتيها؟ انت غشيتي؟ اه. احب الصراحه، احب الامانه. غشيتي من مين؟ اديني اسم، اديني اسم لغششك. مين؟ هديكي ثلاث اسماء، اختار ما بين القوسين. مين؟ اسيبك تفكر انت. ما انا اقول اختاري ما بين القوسين. زينب البنساوي. لا. ايه شكري. لا. ايه حسام سوري. لا ايه، مش ايه اللي متاخر عنها، فقعدتها. طب مين غششك قولي لي؟ نوران. نوران. طب كلميني يا نوران. خليك معايا بقى. كلميني يا نوران، كلميني. علي صوتك شويه، انا مش سامعك خالص. قربي قربي بقك من المايك. بتسلم عليك. احلى تحيه للجيش المناوي، كل سلامي عليهم كلهم. انا سعيده عليك. عليا وعليك يا رب. انا بتسلم عليك كتير قوي. سلمي عليهم جدا جدا. قوي. ربنا يخليك يا زينه قوي. بس انا جميله وسعيده عليك. قوي. يا رب. قوي، اديني واحده قوي في الاخر. قوي. ايوه قوي. ماشي، نورتيني يا لوجين. وعشان انتي غشيتي مش هلعبك اغنية، هلعب اغنية تانية خالص. هلعب جاكلين عايز تسمع الغزالة رايقة، فيلا بينا الغزالة رايقة. طيب لسه مكملين معاكم برضو عكسناها ولعبناها، ومعانا مين؟ آية. يا والله ازيك ايوش؟ الحمد لله. يا والله اخبارك ايه؟ الحمد لله. هابي نيو يير. هابي نيو يير يا عم سعيد. راس السنة بيفكرك بايه؟ راس السنة عادي، سنة فكرني بحاجات كتير. او بامتحانات يعني، امتحانات كل السنين اللي فاتت كانت بقى عندي امتحانات بقى وكده. طب حلو، ده كان افيه بس انا كنت مستنيك تردي عليا بنفس الافيه بتاع الفيلم. راس السنة بيفكرني بحاجات كتير قوي، اولها العربية الجديدة الحاجات دي. كانت فيلم، كان فيلم ايه؟ جانا البان التالي. اه مش مذاكرة افيهات افلام، مش هينفع مش هينفع. ماشي. عاوز اقول لك سنه حلوه عليك يا رب. عليا وعليكم وان شاء الله يا رب. والسيزون الجديد اللي يكسر الدنيا زي. حاسه ان انت مبسوطه في الفقره الاولانيه؟ اه صعبه شويه بس تمام يعني. يا واد يا صعب انت يا صعب. ماشي يا عم، هصدقك، هحاول اصدقك. ماشي صدقك وكذب عليا. ايوه وكذب عليا وايديا. ماشي يا ايوش، هتلعبي معانا؟ يلا بينا. انا محضر لك غنوه مختلفه بقى عن دول خالص بقى. يا ربنا يستر. يلا ها تيجي نتراهن. ماشي، باينه اهي، باينه شرح نفسها الموضوع، شرح نفسه. طب قولي لي عايزه تسمعي ايه؟ برافو عليكي. اسمع حاجه ممكن عمرو دياب مثلا، لو قديمه جديده عادي. وعاوزه امسك الجيش المناوي كله طبعا. احلى مسا على الجيش المناوي الجميل قمر اللي بيغشش بعض كله، اللي منفذ على بعض كله، كله منفذ على بعضه. ما فيش، مش عارف اسال حد سؤال لوحده. بس من الحلقه الجايه هوريكم. كنت شكلك فاكر المره التليفون اللي فات الايه؟ كنت انا ما كنتش شاكك غير فيكي. يا نهار اسود. بس خلاص انا تمام، من الحلقه الجايه هظبطكم، استنوا عليا. ايها الجيش المناوي. يلا نورتينا جدا والعبك حاجه لعمرو دياب. يلا نقول ايه؟ خلاص انا وانت حبيبي، مفيش حاجه نقولها. لسه مكملين معاكم حلقتنا من باب الغنى 2022 بفقراته الجديده بسلطات وبابا غنوج. مين؟ نوران. نوران ازيك؟ الو اخبارك ايه؟ الحمد لله. تعالي لي بغششيهم؟ بتغششيهم؟ طيب من سعيد. عاملين رباطيه عليا؟ اجيب لكم لعب منين؟ اجيب لكم فقرات منين؟ هنعمل بقى كل حاجه برضه. ما كفايه غش من بعض، ما توقعوا بعض، يعني غششيها غلط بحيث ان انت تتصلي تجاوبي صح. عشان نحس بحبه بقيمه الحاجه. لا بنساعد بعض. لا دي مش مساعده، ما انت وصلتي بقى، انت توصلي وهي توصل وكلهم يوصلوا وكل واحد يلعب لوحده، مش لازم انا اجيب اصحابي والعب بيهم، ما ينفعش.
احنا اسفين انا اسفين. ما انا ممكن اجيب لكم اصحابي المذيعين بقى يقعدوا جنبي بقى وكل واحد فيهم يديكوا سؤال بقى ويديكوا حاجه بقى اغنيه وبتاع. واحنا هنجمع بعض على بعض وتبقى عركه كبيره في الميدان. طب ليه؟ طب ليه؟ ماشي عايز تقول حاجه قبل ما نلعب؟ بسلم على الجيش بس. سلمي، انت مسلمي عليهم هناك جاي تسلمي عليهم هنا يعني؟ ماشي. احلى تحيه للجيش المناوي يا عم. ماشي هتلاقي اصعب اغنيه عندك وانا عايز حد من الجيش المناوي يغششها. انا عايز اشوف حد بيغششها. انت حرين. يلا باشا عشان مخنوق. هي شيرين بس غلط. طب مش مهم طبعا غششوكي بس انت مش عايزه تقولي الاسم عشان ما يبانش ان انت غشيتي. هو حد غششني اصلا بامانه؟ بامانه ورجوله والله ابدا. ماشي عايز تسمع حاجه؟ مفيش لا مش هسمعك. ايه رايك بقى؟ انا لعبت اغنيه لفق في الساعه اخر الساعه الثانيه ان شاء الله انا ماشي وهفكر هفكر كده عشان انت بتغششيهم تاني. باي باي باي. هتسمعنا ايه؟ طب ليه بداري كده ولا هداري؟ عكسناها ولعبناها. معانا مين؟ سوزي. سوزي ازيك عامله ايه؟ ازيك يا مينا؟ اخباراتك ايه؟ تمام كل سنه وانت طيب. ربنا يخليكي عليا وعليك يا رب. يا رب يخليك. Everything is under control. كل شيء تحت السيطرة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نلعب على طول؟ عكسناها ولعبناها؟ يعني أنا اللي بعرف أحلها ويعدل عشان تعكس. والله برضو وجهة نظر. برافو عليك يا سوزي. أنت تحدي نفسك، إحنا نتحدى نفسنا. نقول الصعب لأ. يلا يلا نجرب. يلا بس دي سهلة دي. لا دي صعبة أوي. لا حتى حاجة أصعب حاجة دي. تاني واحدة. يلا برافو عليك. برافو عليك برافو عليك. مين اللي قالك؟ محدش. يا ولد يا ولد يا غشاش. قول ها مين؟ مفيش كل حاجة خلاص مفيش. ماشي يا سوزي عايز تسمع ايه؟ شغلها بقى. مفيش. طب في آخر الحلقة إن شاء الله ألعبها لك. حاضر عينيا الاتنين. نورتينا سوزي وسمعنا بقى كارمن بقى كارمن كوكي بقى كارمن سليمان لينا رقصة. احنا نركز مع بعض. فكرة تانية ما تقولش اه ولا لا في مجموعة اسئلة هسألها لك ما تردش بقى اه ولا لا. نسمع ايه بقى سلطان؟ تعالى دلعك. ما تشيجي دلعك. يلا بينا. طيب نبدأ الفكرة التانية. ما تقولش اه ولا لا. هسألك مجموعة اسئلة ورا بعض ما تقولش لا اه ولا لا. معنا مين؟ غادة نامت تقريبا. طيب نروح لصفحتنا على الفيسبوك نقرا شويه الحاجات اللطيفه المكتوبه والمسا اللذيذ. اول كومنتس اول رفيف بتقول مساء الخير مينا كل سنه طيب سنه سعيد عليك يا رب. ربنا يسعدك يا رب ويخليك تتمسيه. ربنا يخليك يا رفيف ويا رب يقوم ام مالك بالسلامه يا رب امين. اسلام ندى مساء الفل عليك مينا. كنت عايز اسمع وائل جسار نهايه واحده عنها الاثنين. اسلام اماني ابراهيم مساء السعاده عليك يا غالي. مساء الفل اماني. طارة مساء الفل. وانت وانا كمان وحشتني رنا والله العظيم وحشتنا كلنا يعني. ان شاء الله قريب جدا راجعه. ايه تاني؟ ريهام مساء الفل عليك. ريهام حماد اشرف حسين مساء الهنا والسعاده عليكم مينا انت ورانا. بمسي على كل مستمعي محطه الراديو 99 حبيبي وانت طيب وبصحه والسلامه. معانا مين؟ دينا. الو دينا. دينا ايوه مينا. ازيك يا دينا؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. والله بدا السنه الجديده كده معايا. دي حاجه جميله جدا جدا جدا. بص بقى انا بقى بس برافو عليكي وصلتي في الاخر اهو. بص ايوه عايزه اوصل باي طريقه كل مره كده. الحمد لله على السلامه يا باشا. لازم نبدا السنه الجديده حلوه قوي مع بعض كده. محدش فيكم ما يتكلمش. لازم كلكم تبقوا معايا. وحشتنا والله كتير. وانت كمان كتير. وانت كمان وحشتنا يعني. ربنا يخليكي. تسلمي لي يا دينا. عجبتك اول فقره؟ حلوه الحمد لله. انت اول واحده تبدا معايا الفقره الجديده. جاهزه؟ جاهزه. متاكده ولا تحبي تراجعي نفسك؟ والله يا وحظها بقى. اوعي تجيبي ورا. انت عارف بقى مينا. يلا طيب هنلعب ما تقولش اه ولا لا. هسالك اسئله كتير ورا بعض اجابتهم ما تكونش لا باه ولا بلا باي حاجه تانية. باي حاجه بقى تانية في اجابه السؤال بس من غير اه ولا لا. يا رب معاك. ان شاء الله مش فاهم. بتعملي رياضه؟ يعني بتصحي بدري؟ بسرعه 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 بسرعه. لا. بتحبي النوم؟ تصبح على خير. ممكن اسالك الاسئله تاني بس بسرعه ترد عليها بسرعه؟ ماشي ماشي.
بتحبي حد؟ بتحبي هو المشكلة مش مشكلة ان هي قالت مشكلة ان انا كملت. هايل، انتي هايلة دينا، ومبروك خسرتي معانا اول واحدة تتكلم في الفقرة التانية. برافو دينا، ونورتينا وتكلمينا كل اسبوع عشان وتركزي بقى في الاول. لا سمعنا ايه؟ يلا الكينج محمد منير بفقراته الجديدة بالحاجات الحلوة الجميلة قوي اللي انتوا ان شاء الله هتحبوها. ما تقولش ولا لا، دي فقرتنا دلوقتي. هسألك مجموعة اسئلة ورا بعض، ما تردش بيها لا بآه ولا بلأ فيها، مش ما تردش بيها، ما تردش فيها لا بآه ولا بلأ. معنا مين؟ محمد. محمد ازيك؟ ازيك يا نينا، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله، انت عامل ايه؟ والله في نعمة، سنة سعيد عليك ان شاء الله. امين يا رب. متابعنا من الاول؟ ايه؟ متابعنا من الاول؟ طب عايز تمسي على حد؟ لا بص، انا لسه فتح الراديو من ساعة تقريبا. يعني من ساعة لما من ساعة الفقرة الثانية، من فقرة ما تقولش ولا لا. طيب. دخلت المسقة ودخلت عليها. طب بعد كده يبقى من 9 بقى. كده من 9. بعد كده من 9 الله يخليك. ماشي. عشان الحاجات دي بتتعبني نفسيا. ماشي. ماشي يا كبير. هنلعب اللعبة الثانية لما تقولش ولا لا، هسألك مجموعة أسئلة ورا بعض بسرعة جدا، ترد عليها بسرعة جدا من غير لا ولا لا، بأي رد تاني. خلاص؟ أوكي. جاهز؟ إيه؟ جاهز؟ أكيد. جدع. هي جاهز مش من ضمن اللعبة بس تمام يعني. بتحب السبانخ؟ لا احنا احنا متأخر كده، احنا عايزين سريع. بتحب السبانخ؟ بحبها جدا. بتطلب أكل من بره؟ نو نو. ها؟ جامد. بتشرب شاي؟ نو. بتشرب سجاير؟ ايه نو دي على فكرة؟ لا نو دي يعني لا. يعني نو دي يعني لا، بلاش نو. ما قلتش لا بالعربي. ولا بالعربي ولا بالإنجلش بقى. ماشي. بتتفرج على التلفزيون؟ كتير. خلصت دراسة؟ جامد. عتلت يا معلم، عتلت يا معلم، خلي بالك عتلت. وكان ممكن تلعب معانا وتاخد اغنية تختارها انت بنفسك. عايزك تشد حيلك وتيجي لحد الجاي من 9 محمد، من اول الحلقة من 9 ل 11 تلعب معانا كل اللعب. اللعبة دي صعبة ولا ايه؟ عجبتني، كيفتني عشان صعبة. سمعنا بقى ايه بقى؟ من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا، وحشونا الناس اللي بوشين. تصدق صعبة؟ من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوشين. جامدة. يلا كملين معاكم اول حلقة من باب الغنى 2022 في السنة الجديدة، وبنتست الفقرات الجديدة مع بعض وشكلها كده يا جماعة، علاقة اعجاب الجمهور، وربنا وفقنا ان شاء الله وتفضل عجبكم لحد اخر السنة، واحنا نغيرها ونزود فيها حاجات كمان ونلعب كتير. دلوقتي فاكرين التاني زي ما احنا مكملين، ما تقولش ولا لا، هسألك شويه اسئله ما تقولش ولا لا. معانا مين بقى؟ صديقتي صلوكه. هاجر. ازيك يا هاجر؟ منير يا مينا. ازيك يا هاجر؟ ده انت منوره والله، الراديو الراديو نور بيكي. انت اللي منور. مش تكلمينا كده كل اسبوع ونلعب سوا وبتاع ونعمل الحاجات دي؟ لا انا عينيا. طب يلا هستناكي كل اسبوع. يلا حاضر. دلوقتي ما تقولش ولا لا، عارفه اللعبه. اهم حاجه الرد عليا في السؤال يكون سريع جدا، انا هسالك بسرعه جدا وانت تردي بسرعه جدا. وانت بتمثلي وتعملي حاجات كتير قوي، فانت شاطره في الكلام ده، فيلا بينا. بتحبي حد؟ جدا. بتنامي متاخر؟ جدا جدا. احنا نقضيها جدا ولا ايه؟ بتحبي ورق العنب؟ كتير. شرب سجاير؟ بدخن. بتفرجي تلفزيون؟ اوقات. خلصتي دراسه؟ خلصت. لسه بتدرسي؟ ما بدرسش. بتشتغلي؟ ما بشتغلش. بتسافري مع العيلة؟ بسافر لوحدي. بتسافري مع أصحابك؟ بسافر مع أصحابي. بتحبي تخرجي الصبح؟ بحب أخرج بالليل. عندك أخوات؟ عندي أخوات. بتربي كلب؟ نفسي أربي كلب. عندك حيوانات أليفة؟ ما عنديش حيوانات أليفة. بتلعب رياضة؟ نفسي ألعب رياضة. عندك عربية؟ ما عنديش عربية. بتمشي بسرعة؟ بمشي بسرعة جدا. بتتفرج على الأفلام؟ بحب الأفلام أوي. بقص شعرك؟ بقص شعري. بتصحي بدري؟ أنا بصحاش بدري. بتحبي النوم؟ مش قوي. بتنام متأخر؟ بنام متأخر كتير. بتحبيش السبانخ؟ خالص. قالت قالت اللي فاتت قالت قفشتك قفشتك. ما بحبش ما بحبش السبانخ. بقول لك ايه، هتقع انا وراكي والزمن طويل. طب عشان خاطر بس بقول لك ايه، انت كسبتي معايا بصراحه يعني. انت برافو عليكي. اختار الاغنيه يعني؟ طبعا. طيب
طيب انا عايزه اولا مسي على الراجل قاعد معاك ده. الراجل قاعد جنبي ده اسمه ايه؟ الراجل قاعد معاك اسمه ايه؟ الراجل قاعد معايا اسمه ايه؟ ايوه اسمك ايه؟ هاني. احلى هاني في الدنيا. اختاري الاغنيه اللي انت عايزاها يا رب تكون موجوده بس. ايه ان شاء الله كل حاجه موجوده ان شاء الله. عبد المجيد عبد الله غنوا الحديد. ايه السيل الطلب ده؟ ايه يا جدعان في ايه؟ الدنيا شتت ولا ايه؟ قولي تاني كده. ايه عبد المجيد عبد الله طبعا. عبد المجيد عبد الله غنوا الحبيبين. مش موجوده. اختاري حاجه تانية. اي حاجه في ايه؟ انت بتصعبيها عليا ليه؟ هتبقى انت والزمن عليا. معلش حقك عليا. اختاري حاجه تانية. اختاري حاجه تانية. ركزي واختاري حاجه. اي حاجه. عيد ميلاد. اي حاجه. ايه؟ عيد ميلاد. لعيد ميلاد؟ اه. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد حد بحبه. عيد ميلاد الفيل. اه ماشي. نلعب ايه؟ نلعب لك كل سنه وانت طيب تامر حسني، ولا كل سنه وانت طيب احمد جمال، ولا ايه؟ اختاري. اختار على ذوقك. انا سين. انا بس يعني دخلت اللعبه معاك وانا مبسوطه. ده شرف. انت برافو عليك، انت شاطره جدا. انا عارف ان انت شاطره جدا وكنت هتعدي اللعبه دي، بس ممكن اوقعك في لعبه تانية لو حابه. ممكن تكلميني كمان شويه وتلعبي. فاضل نص ساعه في الحلقه وثلث ساعه هنلعب بالفقره الاخيره. أنا نورتينا هاجر يا قمر، وكلمينا كل اسبوع، وتشرفت بمكالمتك. وتامر حسني كل سنه وانت طيب جدا وشارح نفسه وعسل. معانا مين؟ معانا اصاله. ازيك يا اصاله؟ الحمد لله. انت عامل ايه يا مين؟ اخبارك يا قمر؟ في الو، في حكايه ولا ايه؟ ايه في حكايه؟ اجي في حد بيصوت؟ في حكايه؟ اجي. لا عادي. اجي لك حاجه بسيطه. حاجه بسيطه. طب لو في حاجه قولي لي. ده عادي بيهزر. ده كده هزار. ماشي يا عم. عرفتي الفقره الاخيره هنعمل فيها ايه ولا ما عرفتيش؟ فيلم او مسلسل. سمعك مزيكه فيلم حاجة او مسلسل. سهلة ونجد. حاجه سهله. طب يلا اللي فوقيها. اللي بالي بالك. برافو. ايه الحلويات دي جبتيها لوحدك كده؟ عايزه اقول لك على حاجه. ايه غشيتي ولا ايه؟ لا انا بحب حضرتك جدا. وانا بحب حضرتك جدا جدا. اصلا تكلميني كل اسبوع لو تكرمتي. بحب اسمع اغانيك والله يا مينا. وانا كمان بحبك جدا. ربنا يخليك. تسلمي لي اصاله، وعايزك تبقي دايما تكلمينا كل حد من 9 ل 11 في باب الغنى. اسمع صوتك ونلعب مع بعض. سعد المجرد. الكلام عدى الكلام. الايه؟ الكلام عدى الجمال. الجمال عدى الكلام. طب يا جماعه لما برضه ما تفصلوا يا جماعه، حد حرف جيم وكاف. الجمال عدى الكلام. يلا. ها ايه الاخبار؟ بغششك اهو. جامد. انت حبيتي تسمعي المزيكا الاخر عجبتك؟ بس انت اصلا عارفاها. لعيبه غاده. لعيبه. تحبي تسمعي حاجه معانا؟ هنقول عنب. ماما اللي عايزاها. عينيا لطنط. ولادك كل سنه طيبه وسنه سعيده عليكم ان شاء الله في اخر الحلقه باذن الله. نورتينا يا غاده قمر. وعايز امسي كده مسا خاص على جلال بيه ياسين طبعا وابنه مالك. ونقول الف مبروك على مالك مولوده جديد، وان شاء الله مقشره يا باشا، مقشره خالص. نسمع غنوه حلوه بقى. ابن الاصل. يلا بينا. لسه مكملين معاكم. وسمعتها فين؟ نور. معانا نور. نور ازيك؟ اهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت نايمه ولا ايه؟ لا لا مش صاحيه. صاحيه معانا؟ مركزه معانا؟ صح. طب سمعتي حلقه من اولها؟ سمعتها. طيب ايه اكتر لعبه عجبتك، اللي فاتت ولا اللي قبليها؟ هو انا بتكلم من اللي قبلها، وبعدين فضلت من اللعبه اتغيرت. انت انهي لعبه اللي انت قصدك عليها؟ اللي هي لا دي. ما دي صعبه، قلت اجيب حاجه اسهل. في الفقره الثالثه معانا. سمعتها فين؟ اسمعك. دي جميله جدا 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 في غايه الجمال. اسمعك. لا بلاش ده، ده سهل قوي. عايزين حاجه صعبه عشان نور صحصح. ايه لا بص، انا قبل كده اتكلمت وبرده ما عرفتش. كان وحش وما عرفتش اجاوب. طب خلاص اجيب حاجه سهله. سمعها يا باشا التتر اللي فوق. ماشي. شفت الجمال والسهوله ولا لا؟ انا قلت اصعبها لك. بصيتها لك اهو. ماشي. الحلقه الجايه تركزي معايا بقى، وهحط لك حاجه صعبه جدا وهتجاوبيها متاكد برده نور. ماشي. نورتينا نور يا قمر. نسمع اغنيه؟ نسمع اغنيه ونرجع؟ طب يلا. هنسمع اسمعني. هنسمعني عشان مين كان طالب مفيش مفيش؟ في حد كان طالب مفيش يعني ايه؟ تقريبا ايه يا حسام. فنسمع مفيش مفيش يلا، عشان انا بحبني قوي تاني. يا انا بحبني تاني قوي في الساعه التانيه. من كتر ما انا حابب البرنامج النهارده مش عايز اقفل بصراحه. للاسف وصلنا اخر حلقتنا. يا رب يكون عكسناها ولعبناها. ما تقولش ولا لا عجبتكم، وسمعتها فين كمان عجبتكم. الفقرات الجديده والبرنامج بشكله جديد، وان شاء الله مرانا تيجي بالسلامه. كمان هيبقى في تعديلات احلى واحلى، كمان هنزود حاجات كتير. واستنوني الاسبوع الجاي ان شاء الله كل حد من 9 ل 11 وباب الغنى 2022. يا رب تكونوا انبسطتوا معايا في الحلقه. والله ما عايز اسيبهم يا عم، والله ما عايز اسيبهم. سمعنا ايه؟ ختامها مسك. نسيب بقى رنا سماحه. اوبا. السلام عليكم، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.